ولنقاش الملف السوري والمسار السياسي لإنهاء الأزمة في ظل فشل مجلس الأمن في إصدار قرار بشأنها. ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية رئيس مركز إدراك للدراسات سيد باسل حفار. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم. بعد اعتراف المبعوث الأممي لسوريا بفشل المسار السياسي، إلى أي مدى الظروف الحالية مهيئة للمضي في هذا الحل السياسي؟ نعم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. الحقيقة هو المسار السياسي أو الحل السياسي لم يتم المضي به أصلا في الفترة التي كان هناك نوع من التفاؤل، أو أظهر المجتمع الدولي وفي مقدمته بيدرسون ورئيس الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن وغيرهم تفاؤلا عاليا بمسار اللجنة الدستورية تحديدا. وحتى في وقت التفاؤل ذاك اللي هو قبل عام تقريبا من الآن، عام وبضعة شهور، لم يحصل أي تقدم، فما بالك الآن وقد يعني وصلت هذه الأطراف إلى قناعة إلى أن هذا المسار أو هذه الاجتماعات مخيبة للآمال، وأن هذا المسار إلى الآن هو يعتبر مسار فاشل، وأن مجلس الأمن أيضا فشل باتخاذ القرارات اللازمة للمضي بشكل صحيح في هذه الأزمة. بالتالي لا يمكن أن نقول أن هذا المسار يعني بوضعه الحالي ولا بشكله الحالي يمكن أن يؤدي إلى نتيجة ملموسة. والحقيقة يعني ليس هناك تفاجؤ من هذا النتيجة منذ بداية تشكيل اللجنة الدستورية، ومنذ بداية المضي في هذا المسار كل الأطراف حذرت من أن هذا المسار لا يبدو أنه مسار سيفضي إلى نتائج معقولة. انتقد بيدرسون أزمة الثقة بين الأطراف في الجولات لصياغة الدستور الجديد في سوريا. برأيكم ما المقصود من أزمة الثقة بين هذه الأطراف؟ يعني هو الحقيقة بعض التصريحات تدعو إلى، يعني أنا آسف، تدعو أحيانا إلى السخرية. هي أطراف بينها حرب، الطرف النظام من جهة وأطراف المعارضة من جهة أو طرف المعارضة من جهة. هذه الأطراف يوجد حرب قائمة بينها وقصف متبادل، وهناك غارات يومية للنظام وحلفائه على مناطق المعارضة وشهداء وجرحى ومشردين وما إلى ذلك. من أين تأتي الثقة؟ لا يمكن أن تبني ثقة بين الأطراف وهذا الوضع قائم. ولذلك كان هناك شرط دائم وهناك طلب دائم من أطراف المعارضة بأن يكون للمجتمع الدولي دور في وقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع وأخذ الضمانات الكافية من النظام وحلفائه وفتح طرق المساعدات بحيث تبنى إجراءات الثقة، ثم ننتقل إلى مرحلة عمل سياسي. أما الدخول في مسار عملية سياسية أو حل سياسي وعمليات القصف قائمة وعمليات التشريد قائمة وعمليات الهجوم والهجومات العسكرية والاشتباكات العسكرية قائمة وتقدم النظام على المناطق قائم وقصفه وقتل، بالتأكيد لن تكون هناك يعني ثقة. ومن المستغرب أن يكون بيدرسون مستغربا من انعدام الثقة. يعني العكس هو الذي سيكون مستغربا، أنه لو كان في ظل كل هذه الحرب لو كان هناك ثقة قائمة بين الأطراف سنكون مستغربين من وجود ثقة بين هذه الأطراف والحرب قائمة بينها على الأرض. كيف يمكن قراءة الموقف الروسي بعرقلة القرار في مجلس الأمن وهو ليس الأول؟ يعني الموقف الروسي واضح، الروس يقفون إلى جانب النظام بشكل كامل ويؤازرهم في ذلك الصينيون في معظم المناسبات ومعظم حالات التصويت في مجلس الأمن. أي قرار يمكن أن يعني يلمح ولو تلميحا إلى مسؤولية النظام أو إلى دور النظام أو إلى إجرام النظام أو الروس يأخذون منه موقفا سلبيا بشكل مباشر، ولا بل ويحذرون الأطراف عادة من طرح هكذا نوع من القرارات أو هكذا نوع من الصياغات، ويحثونهم على عدم التعرض للنظام أو عدم توجيه أصابع الاتهام للنظام بأي شيء. شكرا جزيلا لكم رئيس مركز إدراك للدراسات باسل حفار، حدثتنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.